خلينا نروح بقى لمقارنه ما بين مهاجمي الفريق، او على الاقل زي اللي اتلعب اخر مباراه، جونيور اجايي ومحمد رجب. طبعا جونيور اجايي واحد زي ما قلنا ان هو واحد من افضل المهاجمين، وقلنا ان هو سر من اسرار تالق النادي الاهلي في الفتره الاخيره وجود جونيور اجايي كمهاجم وهمي. جونيور اجايي عنده 23 سنه، لعب في الدوري 65 مشاركه، مسجل 21 هدف وعامل 15 اسيست. محمد رجب 29 سنه، لعب في الدوري 128 مشاركة أكتر من أجاي، يعني أجاي لعب 65 وهو لعب 128، مسجل 33 هدف وعامل 5 أسيست. يمكن هو مسجل في الجولة الأولى هدف. زي ما قلنا بصمة كابتن مختار مختار في المهاجمين عنده محمد رجب، وإحنا عندنا الناحية التانية جونيور أجاي، واحد من أفضل المهاجمين اللي بتنزل تسقط للخلف وبتفضي مساحات في ظهر المدافعين للأجنحة ولصانع الألعاب بالنسبة للنادي الأهلي.